مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وفي عيد ميلاد الفنانة منال حدلي، تفاجأت بهدية من صديقتها تمثلت في قلم من الذهب قدر ب 55 مليون سنتيم جزائري. احتاج قدامي يستا هابي بيرثدي منال. ميرسي. واو سا سامبا صاحبتي. ان شاء الله تيني به معمرة لك وطرة الشابين ستيلو تاع ذهب. صحتك اختي. ميرسي ما شاء الله. بعطيته لك غير باسكو ما يعرفولوش. ستيلو دو فالا ما قريتوش على بالك. دو فالا. نو نو سي جونتي. ميرسي ما شاء الله. نحبك. حتى حاجة قدامي. يستا هابي بيرثدي منال. ميرسي. واو سا سامبا صاحبتي. ان شاء الله تيني به معمرة لك وطرة الشابين ستيلو تاع ذهب. صحتك اختي. ميرسي ما شاء الله. بعطيته لك غير باسكو ما يعرفولوش. ستيلو دو فالا ما قريتوش على بالك. دو فالا. نو نو سي جونتي. ميرسي ما شاء الله. نحبك. لعرض اعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب، واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.